بالنسبة لحرية المعتقد والإشكاليات الممكنة، سيدي لا يمكن أبدا أن نصادر حرية المعتقد، لا يمكن أن نقول الناس يجب أن تعتقدوا هذه العقيدة دون هذه العقيدة. مسألة العقيدة هي بين الإنسان وربه، كتبقى في تعاطي صاحب العقيدة المخالفة مع المجتمع، هذا راه فيه ضوابط، فيه ضوابط. وتعلمون أنه في سويسرا منعوا المآذن، منعوا المآذن، سويسرا هذه هي القمة، فرنسا منعوا يعني لباس حتى في الفضاءات العمومية إلى غير ذلك. إذن هذا موضوع خصنا نفرقوا فيه ما بين ما هو خاص بالإنسان، فليعتقد ما شاء، من شاء فليؤمن، من شاء فليكفر، اللي بغى يكون مسلم مسلم، اللي بغى يكون يعني شيء آخر فله ذلك، ولا حق لأحد أن يتدخل فيه. تعاطي مع المجتمع هذا شيء آخر، هذا التعاطي مع المجتمع يحكمه يعني الفصل، لا ذكرت الفصول الأولى من القانون الجزائي، لأن التجريم يقوم على أساس معاقبة من يقوم بارتكاب ما يسمى ب مش الإساءة للمجتمع، ولكن زعت ماشي عقل المسلم، لا هذاك في مستوى القانون الجنائي في 222، لا ديك الفصول الأولى القانون الجنائي. غادي نتمنى على شيء آخر يشوف لنا التعريف ديال الجريمة، تعريف الجريمة في الفصول الأولى من القانون الجنائي مبنية على أساس تجريم كل ما يؤدي إلى المس بالأمن والطمأنينة ديال المجتمع. إذن هذاك المجتمع عنده هكذاك، المجتمع هكذاك لا يمكن أن تفرض عليه أمور، خلي التطور بشوية بشوية، ولما نوصل واحد المستوى اللي هو ديال رسوخ المؤسسات، رسوخ الثقافة الديمقراطية، كاين كل إنسان يمارس حتى حقوقه في علاقة المجتمع بشكل علني وبشكل، ولكن قبل ذلك خاص شوية ديال التحفظ. لماذا؟ لأن استقرار المجتمع وأمن المجتمع هو أساس الحقوق.